ترى؟ هوني على نفسك وغيري من لبسك ده. ايه ما عليه، حرجوني ولا نرجع. شو اسمه، قاعده تطبخي؟ ايش رايش؟ طيب ليش تتعبي نفسك؟ خلي المطعم يجيبها. ايه هما بدراك، انا مكنش عارفه انهم ذابحينها على القبله ولا انهم ذابحينها على ديره اليهود. والله ماني عارفه ايش قاعده تخربطي فيه صراحه، بس اللي اعرفه ان المطعم يجيب لك الكبسه جاهزه لحق بيتك. ايه ماذا انت، حقه مطاعم مو بحق الطبخ ومسمع. فرحه بس تطفحين في اللي قدامك ولا انهم حاطين لك لحم حمار؟ يا لا مو كذا كمان، انت الشفعه اللي جاي يساعدك. جايه تساعديني وانت فرحه في شيء غير البلع؟ ايوه جربيني. هيا هبي لي حطب. ايش حطب؟ حطب ما تعرفين شو الحطب؟ ايش هو الحطب ده؟ يتاكل كرتك بقعه. حطب حطب ماذا تشوفين فيه؟ اها ايوه قصدك الخشبه. هي ذي الخشبه، عسى مني نحطها على ظهرك. بس هذه صح؟ صح يا انتي يا امي، ما تقولي خشبه. لا خشب بنايه يا غشيمه. الله لا يفضحنا. تعرفي الشجره؟ ايوه يا امي ايش بك، اكيد اعرف الشجره، فين عايشه انا. هي هرق الحطب عندها. الخشبه خنوريك ذي الحطب ذي. فرقت يا شيخة، كلها نفس الشيء، بس انت تحبي تتنقي وتتلكعي. ليتني حطيتك بداله في القدر. بدال مين؟ اعوذ بالله، بدال الخروف انضحي. لا تقولي لي هو نفس الخروف اللي كان مربوط هنا. ايه سامطة يا قاسية، ما عندك قلب انتي؟ ما فكرتي في حرمته وولده؟ هن لارقيهم في القدر الثاني.